جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. مستمع يقول: اخوكم في الله نواف عياده يسال ويقول: هل يجوز المسح على الحذاء او الكنادر اجلكم الله، سواء كان ساترا بمحل الوضوء او كان غير ساتر بمحل الوضوء؟ وجهونا يحفظكم الله. لا يجوز المسح على الخفين ولا على الجوارب الا اذا كانت ساتره للرجلين، تكون ساتره للكعبين وما تحتهما سترا كاملا، حينئذ اذا لبسهما على طهاره جاز له المسح عليهما، للمقيم يوم وليله وللمسافر ثلاثه ايام بلياليها، كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لامته. اما المسح على ما لا يستر القدمين او احدهما فانه لا يجوز، لان ما ظهر من القدمين يجب الغسل، ولا يجتمع المسح والغسل في آن واحد، فلا بد أن يكون الملبوس على الرجلين ساترا لهما سترا كاملا، والنعلان لا يستران القدمين فلا يمسح عليهما، إلا إذا كان تحتهما جوارب ساترة فإنه يمسح على الجوارب، وإن أراد استصحاب النعلين دائما ولا يخلعهما فلا بأس أن يمسح عليهما مع الجوارب. أما إذا كان يريد خلع النعلين من الخفين القصيرين فوق الجوارب مثل ما يستعمل الآن، يخلعون الناس أحذيتهم عند الدخول في المكاتب أو في المنازل أو في المساجد ويمسحون على الجوارب الساترة، فإنه لا يمسح على الأعلى، لا يمسح على الخف القصير أو على النعلين، وإنما يمسح على الجوارب مباشرة من أجل أن يتمكن من خلع ما عليهما ولا يتأثر بذلك وضوءه.